أصحاب الحزبية عن العمل الجماعي حتى صار هاجسا وحجة يحاولون الاحتجاج بها، فنرجو منك أن تبني حكم العمل الجماعي وما معناه، وكيف كان عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين، وهل لا يكون العمل الجماعي إلا بالحزبية، وهل تعملون عملا جماعيا مع أن العلم أن البعض يقول أن العمل الجماعي بدعة، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة قد تكررت مرارا، ولكن من باب الدعوة ونشر العلم والخير نجيب عليها. فرب سائل يسأل من الجزائر، وربما لا يصل الشريط إلى صاحب شبوة، أو آخر يسأل من نجد، وربما لا يصل الشريط إلى صاحب البيضاء، وهكذا. فنضطر إلى الإجابات على الأسئلة. أما العمل الجماعي فهو واجب على المسلمين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ودعوة الإسلام من بدء أمرها ما قامت إلا على التعاون والعمل الجماعي. نعم، فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء أمره يعرض نفسه على القبائل لينصروه وليؤوه، وهكذا حتى يسر الله سبحانه وتعالى له بالأنصار، فنصروه وآووه عند أن هاجر إليهم. ثم بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه بعد أن رباهم بمكة، حتى وجدوا بأنفسهم قوة على مواجهة العدو، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، ومشاورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار في غزوة بدر
عند أن كان يقول أشير علي أيها الناس، فقام أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجلس، ثم قام عمر فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجلس، فقام أحد السعدين وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه، ولو ضربت بنا برك الغماد لضربناه أو لمشينا معك، فسالم من شئت وحارب من شئت. نعم ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهض بمفرده للجهاد في سبيل الله، وإن كان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نعم الأمر أنه لا بد من تعاون على الجهاد في سبيل الله وعلى الدعوة إلى الله وعلى العلم والتعليم، وفي الأمثال يد واحدة لا تصفق. وهكذا أيضا التعاون، حتى التعاون الأسري وفي جميع مجالات الحياة. نعم الله سبحانه وتعالى علم ضعف البشر فهيأ هذا لجمع المال، وهيأ هذا للجهاد في سبيل الله، وهيأ هذا للعلم، وهيأ هذا للزراعة، وهيأ هذا لماذا؟ للسياسة. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يكمل بعضهم بعضا. فالذي يقول إن أهل السنة يرفضون العمل الجماعي فهو يفتري عليهم ويكذب، لكن العمل الجماعي يجب أن يقيد. بماذا؟ أن يقيد بما لا يخالف الكتاب والسنة. فإذا دعيت إلى مخالفة الكتاب والسنة وجب عليك أن تتبرأ من هذا. نعم وقد اتضحت الحقيقة بحمد الله، وبان الصبح لذي عينين. اتضحت الحقيقة أن دعوة أهل السنة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الحزبية دعوة إلى الدمار ودعوة إلى الجهل. نعم ودعوة إلى استعباد الناس والتحجر على أفكارهم، فهي سجن ليس سجنا حديديا ولكنها سجن للأفكار. نعم فبحمد الله اتضحت الحقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى. بعد ماذا؟ بعد أن تورط الحزبيون في ميثاق الشرف مع 10 أحزاب ألا يكثر بعضهم بعضا. نعم وهكذا، وألا يتكلم بعضهم في بعض. ثم بعد ذلك أيضا المظاهرات والخروج في الشوارع كالأنعام السائبة، وقد تكلمنا عليها في أوائل الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. نعم وماذا بعد هذا؟ الترحيب بالتعددية
والترحيب بالديمقراطية التي هي كفر، الإضراب أيضا، المشاركة في مجلس النواب الطاغوتي. المهم بحمد الله اتضحت الحقيقة لكل منصف، ولم يبقى إلا المصلحيون وأصحاب الدنيا. صاحب المصلحة أو ماذا؟ مادي، قلبه مقضوع على المادة، هذا هو الباقي معهم، أو حزبي. نعم، قد أعمت الحزبية بصره، والله المستعان. فالحمد لله، تقطيع البطائق الحزبية واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بعد ذلك هذه الحزبية تقود البلد إلى الدمار وإلى اشتعال الفتن، بل إلى الحرب المدمرة، ولا يبالون ببلد ولا يبالون بإسلام. نعم، على أن الانتخابات قد أخرت، وإن شاء الله إلى غير رجعة بإذن الله تعالى، إلى غير رجعة بإذن الله تعالى. نعم، الفتن، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد منكم ملجأً أو معاذا فليعذ به. هكذا ينبغي أن نفعل عند الفتن، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الحزبية مما يخالف الكتاب والسنة. أما العمل الجماعي فهذا أمر مطلوب، لكن في ماذا؟ عمل جماعي على جهل؟ لا. عمل جماعي على حزبية عمياء؟ لا. عمل جماعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. دعوة الجاهلية تشمل الدعوة إلى الحزبية، بل هي نعم رأس في الجاهلية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن اختصم أنصاري ومهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، من صحابيه ومن أخرجه يا أخانا جميل. أبو سعيد خيرا إن شاء الله. نعم، عندكم جابر متفق عليه، أنت الذي أجبت وأصبت. نعم، ماذا؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ونحن نقول أيضا: هذه الحزبيات كلها نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من المؤتمر ومن
الإصلاح، ومن حزب حب البرتقال، ومن حزب الأهرار. وماذا يا إخواننا أما الحزب الاشتراكي والحزب البعثي والحزب الناصري؟ فنقول لسنا نقول عندنا احترام الرأي والرأي الآخر، بل نقول آراء الشيوعيين البعثيين وآراء الاشتراكيين والبعثيين والناصريين تحت أقدامنا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، خبتم وخسرتم أيها العميان الذين تقولون احترام الرأي والرأي الآخر، نعم، وتساومون بالقرآن وتجعلونه رأيا من الآراء. ثم بعد ذلك مؤتمر السلام والوحدة، مؤتمر الكذب، نعم، مؤتمر الكذب والتلبيس. ماذا إخواننا؟ نحن نريد مؤتمر الكتاب والسنة، نعم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وندرس الكتاب والسنة، أتقر الحزبية؟ أتقر الديمقراطية؟ النصر، وما النصر إلا من عند الله. عملكم هذا عائق للناصر، عملكم هذا سبب للهزيمة النفسية. فرب العزة يقول في كتابه الكريم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول أيضا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ويقول أيضا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالناصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس النصر بحزبية. والناس ينقسمون إلى قسمين، إلى حزب الرحمن وحزب الشيطان. أنا أسألكم إخواني في الله على الإنصاف، أمن صفات حزب الرحمن أنه يرحب على بالديمقراطية؟ أمن صفات حزب الرحمن أنه يرفض تحكيم العلماء؟ عندنا أخرجنا شريطا أنهم ما حكموا العلماء، دعونا إلى تحكيم العلماء لأنها تعتبر وصمة، ثم جمدوا هذا الأمر. أمن صفات حزب الرحمن وحزب الله أنهم يرضون بالتعددية على أرضنا الطاهرة؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أمن صفات حزب الرحمن أنهم يخرجون مظاهرة كالأنعام السائبة؟ أمن صفات حزب الرحمن أنهم يضربون تقليدا لأعداء الإسلام؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فدعونا من التلبيس وقولوا نحن حزب نريد أن نعيش ونأكل الحق. حتى ما تقولوا نحن حزب نريد السلطة، لو قلتم نحن حزب نريد السلطة ما صدقناكم. أنتم حزب لو تمكنتم لأتيتم لنا بعلماني، من سياستكم العمياء تأتون بعلماني وقولون نضعه واجهة أمام الناس كما فعل الجزائريون بهذا مسموح. نعم، الله يصلحكم. أبو ضياء،
أمسكوا جزاكم الله خيرا. مدني عباس مدني قالوا هو واجهة فقط وهو ليس من ذا ولا ذا. وماذا إخواني في الله؟ المهم ماذا على الواجب أن ينظروا إلى خيرهم ويقولون هذا هو الذي يصلح لهذا الأمر والله المستعان. فماذا إخواني في الله؟ كتاب وسنة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم استسلام لله عز وجل وانقياد لله عز وجل. وبحمد الله قد أبصر الناس في اليمن وفي غير اليمن. وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا. حتى بعض إخواننا أهل السنة كان يقوم ويخطب على المنبر ويقول وحدة إسلامية. وحدة إسلامية يا مسكين مع الحزب الاشتراكي؟ وحدة إسلامية يا مسكين مع الحزب الاشتراكي وتقول وحدة إسلامية؟ أنت تقول لا إله إلا الله وهو يقول لا إله الحياة مادة؟ نعم سني مغفل. لا يمنع يوجد سني مغفل يا إخوان، ما يمنع صحيح يوجد سني مغفل. فماذا إخواني في الله؟ المهم ما لابد من استقامة. وبقي أهل السنة بدماج، بقي أهل السنة بدماج مساكين يقولون وحدة مع الشيوعيين ما تصلح وهكذا. فالحمد لله الذي وفق أخانا حفظه الله تعالى لمثل هذه الأسئلة. وقد قدمناها عند أن قرأتها في أول مرة لما بها من الفائدة، وإن كان كثير منها ماذا يعني مكرر. نعم بقي شيء من جمل السؤال. نعم نعم هذا في نعم. فهنا سؤال عارض.